ثمن البرلمان العربي الإنجازات الكبيرة التي حققتها مملكة البحرين على مستوى الدبلوماسية والسياسة الخارجية جاء ذلك بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين حيث أعرب السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أعرب عن فخره واعتزازه بتجربة مملكة البحرين والمكانة الكبيرة التي تتبوأها على مستوى العالم في ظل مسيرة التنمية الشاملة لجلالة ملك البلاد المعظم والذي أسس بفضل الرؤية المستنيرة سياسة خارجية خارجيه متزنه عززت من مكانه البحرين التي تتمتع بها المملكه في الحفاظ على السلم والامن في المنطقه والعالم